هذه راني نشوف كادنا وكلام الله، هذه ما كاش في الاسلام، كلام الله لا يوجد كادنا. الصوره هذه تمثل الشعوذه، هذه ما تعطي حتى النتيجه للاخ المسلم. هذي كاين شي ناس كاين يحسبوا روحهم ما يرقوا في روحهم وما لاهم يزيدوا اون بليس يزيدوا يعكسوها رواحهم بالشعوذه. كما راني شوف تما كاين كادنا، كاين ايه راهم يكتبوا على محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام وعلى الله عز وتعالى عز وجل. على جيل مانيش عارف رزق ولا حسد يكرهها ما يبغيش يخلي ربي سبحانه وتعالى ويروح لك لهاد الساحه على ما على باليش، يبقى يدير له في الصوالع يخسر له في حياته، يعطل فيه، يمرض له في ولاده غير باش يستشفى فيه. هذا ما كان بصح هذا الانسان خصو يعرف باللي ياودي كاين رب يحكم في هذه الدنيا. كما قال المولى عز وجل في القران لا يفلح الساحر حيث اذى. الشعوذه تلقاها في البيت، في القسم، في المدارس، في المقابر، راهي من كل بلاد اي دار اي حاجه تلقى شعوذه، تلقى شعوذه البخور كاع الصوالح كاع كاين. هو الجزء الثاني الشرك وراه السحر، وربي يهديكم راكم تهبلوا في عباد ربي وكم تدخلوا بيديكم للنار. الشعوذه راهي في البلاد اكثر واكثر الشرك. اما هذا الساحر وكاع لا يفلح الساحر حيث اتى مهما اللي يدير، على فهم كان والو كي هو كي الساحر كي اللي يروح عند السحار كاع في نار جهنم ما يبقى والو. وكاع اذا تروح تسبب في خوك ولا ما غيدير له والو، لاخاطش يقول لك ما اصابنا الا ما كتبه الله لنا. خاطش بنادم اللي قلاه يكون قانع باللي هذه حاجه ليك، اذا كانت ليك ليك، اذا ما كانتش ليك حتى واحد ما يجيبها لك. اما هذاك اللي مسحور هذاك مبتلى من عند الله، ربي قدر عليه ابتلاء، يبتلي ربي ومن بعد مع تلا يبرى ويريح ويولي كما كان. الله يسترنا وصاي، واحد يتمشى بنيته وعاقل ما يتوشوش هاد الصوالح. جوغ سوي كي فريكونت يروح هاد الصوالح لي زانتيغدي وكلش يجيبها في راسه. دونك فوالا فو اتخو سوا ميم، كيما تمشى في الدار في الخدمه كونك انت هو. نسي با دو صحيح نسي با دو كري اون بيرسوناليتي ولا كونك غير انت، ربي يعطيك على حساب قلبك. هالصوالح هو عبد غير كيف كيفاه، انا ما نجمش نشوف عند واحد كيف كيفاه. خلقنا بواحد يدير لي هاد الحاجه باش نزج هالصوالح مكاتيب. ربي مين خلقك؟ خلقك برزقك مكتوبك بكل شيء. النتيجه هي يقرا معوذة، لا عنده مشاكل ولا حاجه يقرا معوذة يتفلي من السحر روحه ويتكل على الله، ما يتكلش على العباد. نقول لهم خافوا طريق، خافوا الله، خافوا الله، خافوا الله، لان هذا الطريق ما تنجحش. مين تضيق بك الدنيا صلي جوج ركعات، صلي جوج ركعات تقول الله اكبر وخرج في حالك. هذا الشيء اللي كاين. السلام عليكم.